في ظل اهتمام وزارة التربية والتعليم وحرصها على سير العملية التعليمية في المملكة وضمان عدم تأثرها بما يحدث، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البدء في تسجيل المتطوعين للعمل لسد النقص الناجم عن الغياب عن التدريس، وذلك لضمان حق الطلبة في التعليم واستمرار العملية التعليمية والتربوية، حيث تم التسجيل في مركز المراجعين بالمنامة. وقد توجه عدد كبير من المعلمين والمعلمات المتطوعين اليوم إلى عدد من المدارس في مختلف محافظات المملكة، وذلك لسد النقص الذي نتج في عدد من الصفوف الدراسية لما قام به بعض المعلمين من اعتصام وإضراب عن العمل. وفي خطوة تعكس الحس الوطني العالي، قام المتطوعون بمباشرة عملية التدريس، وذلك حرصا منهم على الاستجابة للدعوة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، وإيمانهم بأهمية ألا تتأخر العملية التعليمية بغياب بعض المدرسين وضرورة متابعة المنهج الدراسي كما هو مقرر. وتؤكد هذه المبادرة من قبل وزارة التربية والتعليم، والتي لاقت استجابة وطنية كبيرة، تؤكد الحرص على عدم التأثر العملية التعليمية والتربوية سلبيا، وأهمية عدم ربط التعليم كمهنة إنسانية تربوية نبيلة بالسياسة. طوعني عيولي وبلدي، هذه بلدنا البحرين وتشيل عيوننا، وانا يا مكتره ماني مدرسه ولا انا متقاعده، كل يوم سمعتهم يقولون ان عندهم نقص وعيالنا يبون. انا جيت لبيت النداء وجيتهم وقلت انا متطوعه وياي، لو تبوني فراشه حق البحرين وحق عيال البحرين عيوني لهم، هذه ديرتنا خليفه ابوي، اذا ما شلناها احنا من يشيلها؟ احنا كل ابونا الحمد لله رب العالمين يد واحد ان شاء الله، ولا يغير علينا شيء، وعسى الله يسلم ان شاء الله ملكنا وتاج راسنا ورئيس وزراء ويطم ان شاء الله سعته فيه البل، واحنا كلنا اهل وتعوذوا من الشيطان عيالنا، وهذا عيالنا وهو بعد ملكنا قلبه عود وقلبه يعني الحمد لله رب العالمين عنده. شو اقول انا؟ ما اقدر اقول عنه، ما قصر والله ما قصر، لا تم يتيم لا تم معوق لا تم يعني اي احد ما عطى، شلون خادم شلون اي فراشه اي خدام حق عيالي ذي كل ابوهم، اي مدرسه تبيني انا كان متطوعه، اي مدرسه تبون حتى فراشه بوي اشتغل، لان ديرتي وعيالي عيوني وانتم كلكم عيالي الله يخليكم، وهو قلبه عود حبيب قلبي الله يطول عمره الله يبارك لنا فيه ويهداهم كلهم جميعا ان شاء الله، وهي ديرتهم البحرين ومكانهم، ولازم يحطون مع بعض وتكاتفون ويشيلون البحرين حتى لو في قلبنا زعل، لكن ما نهد عيالنا، هذ عيالكم جل نهدهم ونسك المدارس نهد المستشفيات ونسك المستشفيات، هذه عادل يا يبه؟ هذا يرضى حد؟ ما يرضى حد يا خليفة علي، الله يرضى عليكم إن شاء الله، الله يجمعكم إن شاء الله على كلمة واحدة، كلمة لا إله إلا الله، وسلامة ملكنا وتاج راسنا، وسلامة البحرين شعبها كله كامل، مو بس نصه كله كامل، شعب واحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعًا إحنا ابتدينا العام الدراسي، الفصل الدراسي الثاني، وكان أول يوم جميع المعلمات حاضرين ومسكوا الصفوف، بس تفاجأنا اليوم الثاني يعني في قلة من المعلمات. ففي خلال الدورة الصباحية لجميع الصفوف لاحظنا في نقص من في بعض الصفوف، فتفاجأت عقب نص ساعة أعداد كبيرة من المتطوعات ما شاء الله توافدوا إلى المدرسة، وكل يطلب عمل وكل يطلب يعني مجال يتحرك فيه داخل المدرسة، والحمد لله بتواجدهم طبعا حسين فعلا فعلا بالتلاحم بين الشعب البحريني، وهذا يعني شيء يمكن مثل ما يقولون رب ضارة النافعة، يعني الأوضاع في البحرين اليوم حسستنا بتلاحمنا مع بعضنا البعض، فنتمنى نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه التلاحم ويهدئ الأوضاع في البحرين ويحفظ لنا جلالة الملك ويحفظ لنا قياداتنا الحكيمة الصراحة. طبعا أنا أحد المتطوعات وحبيت أن أقدم شيء حق وطني، وإن شاء الله أنصح كل بنت قاعدة في البيت أتي وتقدم، هذه واجب وطني لازم علينا كلنا أن نتطوع مني حق بلدنا البحرين إن شاء الله. وللحديث عن هذه المبادرة الوطنية النبيلة معنا في استوديو مركز الأخبار الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، أهلا وسهلا بك دكتور ماجد بن علي النعيمي. يعني تابعنا هذه التصريحات وهذه الروح الوطنية العالية التي أبداها اليوم الكثير من المواطنين خاصة من المعلمين والمعلمات الذين استجابوا لهذه مبادرة وزارة التربية، كيف تصفون هذه الخطوة من المتطوعين الذين يبدو أنهم جاءوا بكثرة لمبادرتكم واستجابوا بكثرة؟ بداية شكركم على إتاحة هذه الفرصة للالتقاء مع أخواني المواطنين. كما تعلمين أختي الفاضلة أن وزارة التربية والتعليم بتوجيهات من القيادة الحكيمة تحرص دائما
على أن يستمر تطوير التعليم ويستمر الارتقاء في التعليم. ونحن من منظور تربوي كوزارة التربية والتعليم وإيماننا بحق الطفل في التعليم وبالتالي أنه حق كفله الدستور له، قمنا اليوم بعد أن وجدنا نقص في عدد من المدارس باستجابة لهذا الضغط أن فتحنا الباب لمن يريد أن يتطوع للعمل في وزارة التربية والتعليم. وكلمة للتاريخ أقول لها، اليوم اتضح حرص أهل البحرين، محبة أهل البحرين، وبالتالي إن شاء الله هذه المحبة روح الأسرة الواحدة التي نحرص أن تستمر داخل البحرين، حيث كانت الشخصية البحرينية دائما مثل للاعتزاز والتقدير. وفعلا اليوم أختي الفاضلة وردتنا اتصالات من الصباح الباكر ولكافة القطاعات الوزارة، مما دفعنا اتخذنا إجراءين اثنين. الإجراء الأول افتحنا مكتب في الموارد البشرية في مبنى الوزارة في المنامة، واستقبل عشرات من الأخوة والأخوات سواء المعلمين المتقاعدين أو عدد من الأخوان والأخوات الذين أبدوا رغبتهم الصادقة المقدرة. ونحن كوزارة التربية والتعليم سننظر بكل التقدير والاحترام لهذه الجهود ولهذا الحس الوطني الكبير، وإن شاء الله سيكون محل تقديرنا إن شاء الله مستقبلا. وفي الواقع اليوم بدأت الأعداد كبيرة تصل إلى المبنى الوزارة الرئيسي، إضافة إلى كثرة الاتصالات دفعنا أن ننزل إعلان ثاني أيضا في وسائل الإعلام، حددنا الجهة اللي يروحون لها الإخوان على أساس نخفف الضغط. والشيء الملفت للنظر حتى أولياء الأمور أتوا في كثير من المدارس وطلبوا منا أن نكلفهم بأي عمل، أي عمل بغض النظر شنو متخصصة. وكذلك وردت إلى الوزارة اتصالات عديدة من الأخوة والأخوات المتخصصين في مجالات أخرى، سواء في مجال الحاسوب أو في مجال اللغات أو من الذين يعملون في قطاعات أخرى، أعربوا أنهم على استعدادهم للالتحاق بأي مدرسة. وفي الواقع هذا الحس الوطني اليوم يعني يقدر. وثانيا وثالثا ورابعا نحن نسعى أن يكون للطفل البحريني في محط الاهتمام ويأخذ حقه الذي كفله الدستور في التعليم وكفلته جميع القوانين، لأنه لا يمكن أن يأتي طالب ولا يجد معلم. فيعني هذا ما هو ذنبه. بعدين كثير من أولياء الأمور في الصباح يقومون بإنزال أبنائهم لدى المدارس معتقدا بأن المدرسة سوف تستقبل هذا الطالب وسوف يجد حقه في التعليم وينضم إلى اليوم الدراسي، ثم يتفاجأ ولي الأمر بأن الطالب لم يجد من يقوم بتعليمه فيرجع يأخذ هذا الطالب أو يتم الطالب يتسكع في الطرقات، وهذا غير مقبول. إحنا كل من دخل المدرسة نحافظ عليه لأن هذه أمانة عندنا، كما نحافظ على سلامته سوف نحافظ على حقه للتعليم. معالي الوزير، يعني إلى أي مدى غطت هذه الاستجابة النقص في المدارس بالنسبة للمعلمين؟ والله أختي الفاضلة سير الاتصالات والحضور يعني يعطينا نظرة تفاؤلية كبيرة بأن إن شاء الله هذه الأزمة سنجتازها بسهولة. كيف كان الحضور اليوم بشكل عام في المدارس بالنسبة للطلبة نأخذ أولا مدارس في محافظة المحرق الوضع طبيعي، في مدارس المحافظة الجنوبية الوضع طبيعي يعني كما هو معتاد، في المحافظة الوسطى ومحافظة العاصمة فيها أعداد بسيطة في المدارس، المحافظة الشمالية فيها أعداد يعني في مساحة كبيرة، هي كمحافظة الشمالية كمساحة كرقعة جغرافية في عدد من المدارس يوجد فيها طلبة، ولكن بنسبة أقل واحدة من مقارنة بباقي المحافظات. معالي الوزير، يعني ما هي الرسالة التي توجهونها اليوم إلى الكوادر التعليمية؟ والله رسالة الزميل للزملاء، نقول أبناءنا أمانة لدينا، ومهنة التعليم كمهنة الطب وأي مهنة أخرى مهنة إنسانية، حق الطفل في التعلم حق مشروع، حقه أن يأخذ فرصته في التعليم حق كبير، خصوصا ونحن في المنتصف الآن بدأنا في مرحلة مهمة من مشاريع التطوير، وبالتالي هاي ستعود على مصالح أبنائهم. ونقطة مهمة أخرى أن هذا الفصل الدراسي فصل قصير مقارنة بنهاية العام الدراسي، فكل طالب تفوت يعني يخسر الدروس سيتأثر تحصيله، خصوصا وأن الفصل الثاني له نسبة كبيرة فيما يتعلق بالمجموع وبالتالي حقه في البعثات
وحقه أيضا في حصول على نتائج مهمة يختار فيها أيضا تخصصه. لا شك أن هذا الغياب سيأثر كبيرا بشكل كبير على الطلبة. وأنا أؤمن إن شاء الله من إخواني المعلمين أن تعود الألفة ويرجع العديد إلى مواقع عملهم، لأن هؤلاء الأبناء لهم حق علينا إنساني وقانوني في التعليم. هل من إجراءات ستتخذ بالنسبة للمعلمين الذين لم يلتزموا بالصف الدراسي أو كذلك بالنسبة ل... إحنا الوزارة أخذت أول شيء الآن قاعدين نغطي النقص، والله الحمد الآن في لجان في الوزارة تعمل إلى الآن سواء بتغطية النقص من قبل الإخوان المتطوعين أو من قبل الموظفين في إدارات الوزارة الذين الكل أتى إلى جهات المختصة في الوزارة وقال أرجعوني إلى المدارس. هذه إن شاء الله أنا أطمن الإخوان المواطنين إن شاء الله خلال فترة بسيطة جدا ستعود بنغطي القوة البشرية. وأما بالناحية القانونية بالذين يمتنعون عن العمل فموظفين وزارة التربية والتعليم هم جزء من موظفين الدولة، وبالتالي هم يخضعون لنظام الخدمة المدنية. نظام الخدمة المدنية وضع في لوائحه وفي نصوصه وفي مواده أهمية مراعاة هذا الالتزام والحضور، وكذلك أيضا منع أيضا انقطاع العمل في العديد من مؤسسات الدولة ومنها المؤسسات التعليمية، لأن تعرف المؤسسة التعليمية تتعلق ببشر، تتعلق بوضع. وإذا تسمحين لي أباشر إلى المدارس الخاصة، لله الحمد اليوم التقرير الذي وصلني عن الوضع في المدارس الخاصة الوضع جدا طبيعي، وبدأت المدارس تعمل بالصورة الصحيحة، وإن شاء الله تستمر مسيرة التعليم في البحرين مسيرة تجمع ولا تفرق، مسيرة تقدم لكل ما لدينا لأبنائنا في مملكة البحرين للارتقاء. وأحب أكرر شكري وتقديري لجميع إخواني المشاهدين، وأقول شكرا لأهل البحرين على هذه الفزعة، على هذا الحماس. التلفونات لم تنقطع اليوم في الوزارة. الكل يعني الشيء الملفت يعني في بعض الاتصالات عندما يقولون وضعوني في أي وظيفة فقط أريد أخدم البحرين. شكرا دكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.